شفت واحد المقال ديال الصديق ديالكم الزميل ديالكم هذه واحد اليومين ولا ثلاث ايام على المصحات وعلى الاطباء في القطاع الخاص. بغيت نكذب بطريقه بصفه نهائيه كل ما تداول في ذاك المقال، لان اغلبيه الساحقه الاطباء مجندين في هذا الوباء هذا اللي يصاب العالم كله واللي يصاب المغرب حتى هو. وخصكم تعرفوا بان احنا في الواجهه في القطاع الخاص، راه كيجيو عندنا 60% من المرضى من المغاربه بليتو اللي كيتوجهوا للقطاع الخاص ملي كيبقى عندهم اي افات. دونك اي وقت ملي كيكون شي غريب او شي حاجه اللي كيشك فيها بان راه كاين كوفيد ولا ماشي كوفيد، كيجي للقطاع الخاص 60% ديال المغاربه. دونك حنا اللي كنستقبلوا في المرضى في الاول واللي كنديروا كاع التحريات الاولى وكنحطوا الدياغنوستيك ديال سوا كوفيد ولا ماشي كوفيد. ملي كيكون كوفيد معك ما عندناش دابا ما عندناش لوتوريزاسيون لحد الان باش نتكلفوا بهم في القطاع الخاص، كنوجهوهم للقطاع العام. دونك راه واحد الدور مهم كنقوموا به دابا حنايا في لو ترياج قبل ما يمشي المريض للمستشفيات العموميه. راه تيدوز اكثريه الاوقات ولا في النصف في الاوقات تيدوز عندنا في القطاع الخاص، سواء في العيادات الخاصه ولا في المصحات الخاصه. انا غير في المصحات ديال المجموعه ديالنا راه كنستقبلوا يوميا واحد العدد ديال المواطنين اللي كيجيو عندهم لي سين ولا لي سيمبتوم ديال هاد المرض، وكنحاولوا نديروا لهم التحريات الاولى منهم سكانير، وكنديروا التحاليل الاولى، وعاد نتصلوا ملي كيكون عندنا شي شك كبير كنتصلوا بالقطاع العام بالاداره ديال ديليغاسيون ديال المينيستير ديال السونتي هنا في الدار البيضاء باش كيجيو كيديروا تحليلات، ولا كان تحليلات بوزيتيف كنرسلوا المريض القطاع العمومي باش كيتخذ ب بور لو بروندر اون شارج. دونك باش نقول لكم بان راه حنا موجودين في الطيران، يمكن الغلط ديالنا ما كنتكلموش بزاف وما كنبينوش شنو كنديروا، ولكن مع الاسف ملي كتشوف صحفيين بعض الخطات كتكون شويه ديال السرعه في المقالات، فاول ما يكون ان بون جوج كيتصنت لجوج جهات خصو يجي ويشوف شنو واقع من هاد الجهه وعاوتاني يتصل بالناس اللي في هذا الميدان القطاع الخاص وسولهم ويشوفوا يديروا تحريات قبل ما يخرج شي مقال اللي كيضرب السمعه ديال هاد الفئه ديال الاطباء اللي هي راه كدير واحد المجهود وكتاخذ واحد لي ريسك كبار في المزاولات المهام ديالها. دونك بغيت نوضح بان راه حنا موجودين في الواقع وكنعملوا واحد العمل كبير، ما كنتكلموش بزاف، ما كنبانوش في التلفازات بزاف، ولكن راه كنلعبوا واحد الدور مهم في التشخيص وفي لو تري ديال لي مرض قبل ما يمشيو للقطاع العمومي. هذه من جهه. من جهه ثانيه، بالنهار اللي تاخذ القرار الدوله باش تحل الابواب ديال هاد لا بريزون شارج ديال هاد المرضى ديال كوفيد 19 في القطاع الخاص، راه المصحات كلهم مجندين ومتفقين باش يكونوا مستعدين باش يستقبلوا هذا النوع من الامراض. يعطيونا غير الامكانيات من ناحيه الادويه، لان كاين واحد الادويه اللي كتعطى ما كايناش دابا في القطاع الخاص، منها الكلوروكين كتستعمل غير دابا في القطاع العام، ويعطيونا يسهلوا علينا التحليلات باش نوليو نقدروا نعرفوا دغيا في اقرب وقت ولا اسرع وقت نعرفوا المرضى اللي كيكونوا عندهم هذا الكوفيد 19 باش ناخذوا الاحتياطات اللازمه في اقرب وقت. ثالث طلب عندنا هو لي مويان دو بروتيكسيون، خصنا يكون عندنا اسي دو مويان. راه وقع دابا واحد الضجه في الاثمنه ديال لي مويان دو بروتيكسيون من لي ماسك اللي كان الثمن كيسوى درهم ولا كيسوى 10 درهم، واللي كان كيسوى 10 درهم ولا كيسوى 100 درهم، تضاعفات عشرات المرات الاثمنه. حيت كاين واحد الناس اللي ما عندهمش الضمير اللي كيلعبوا على هاد كيقلبوا على ارباح طائله في اون بروفيتون دو لا سيتواسيون. دونك واحد الناحيه اخرى، القطاع الخاص راه تعامل وتتعاون دابا حاليا مع القطاع العام، وكنحاولوا نجهزوا كاع واحد المستشفيات اللي الوزاره ولا اللي وزاره الصحه قالت لنا باش نقوموا بالتجهيز ديالها
منها المستشفى سيدي مومن اللي كاين هنا في الدار البيضاء، راه مجهزين المصحات الخاصة هي اللي مجهزاه، زيادة على لوبيتال مولاي يوسف واحد الجناح حتى هو كنحاولوا دابا نجهزوه من القطاع الخاص. هذه المجموعة ديالي راه عطات واحد المجموعة من الآليات لي ريسبيراتور ولي مونيتور اللي درتهم على ديسبوزيسيون ديال ليطا في لوبيتال مولاي يوسف، وعاد كنساهموا باش بالمعاملات ديالنا بواحد الطريقة غير مباشرة اللي كنتعاونوا مع الأطباء اللي كاينين في القطاع العام. كاين واحد لا ليست ديال قائمه ديال الاطباء الانعاش من القطاع الخاص اللي تسكونات هاد لا ليست باش تكون حتى هي التعاون مع القطاع العام دون كادر ديال البارتناريا بوبليك بريفي. دونك غير باش نوضح لكم، راه الاغلبيه الساحقه الاطباء راه تيزاولوا المهام ديالهم بطريقه عاديه سواء في العيادات ديالهم او في المصحات. وفي العيادات راه كاينين الناس اللي بقاو تيبقاو النهار كله، الناس تيخافوا باش يمشيو للعياده كخوف من لا كونتاميناسيون، ولاو بزاف المرضى اللي كيفضلوا يتصلوا بالطبيب ديالهم غير بالهاتف. دونك راه كاين التيري ترافاي تاع عند واحد النوع من الاطباء الاختصاصيين اللي كيتصلوا بهم المرضى ديالهم غير بالهاتف وكيحاولوا ما امكن يلقاو معاهم الحلول وعلى حساب ومجانا بدون سون كونتر بارتي فينونسيير. والثاني بالنسبه للمصحات، ما كاينش شي مصحه اللي سدات الابواب ديالها على الوجه ديال المرضى، وكتقوم بالواجب ديالها بديتيرميناسيون اي ابنيغاسيون. دونك هاد المسائل اللي خرجت في الصحف هاد الاخير راه كنكتبها بطريقه بصفه صارمه وبصفه نهائيه. انا الدكتور نمونه في الاخصائي في امراض السرطان والمدير الطبي ديال المساحة الخاصة ديال المركز العالمي للأورام. اليوم المغرب كيدوز واحد المرحلة اللي هي صعيبة، اللي هي هاد الكورونا فيروس. خصنا نعرفوا بأنه القطاع الخاص اللي هما المساحات الخاصة والكابينيتا هما كنا متجندين مع الدولة ومع الشعب المغربي باش نقاوموا هاد المشكلة الصحية العويصة. حنا منين بدا هاد الحجر الصحي، خاص تعرفوا بأنه ما حبسناش الخدمات ديالنا. احنا مثلا كمركز ديال الاورام خولنا المواطن المغربي انه يكمل الاستشفاء ديالو والتداوي بالعلاج الكيميائي والاشعه. طبيعه الحال شنو الاجراءات باش نقصوا من انه الناس يخرجوا من ديورهم؟ بعض المواد الكيميائيه او الحصص ديال الشيميوثيرابي اللي كانت كتكون مره في السيمانه جعلناها على قدر المستطاع كل 3 سيمانات باش الناس ما يخرجوش بزاف، يعني فقط ما يخرجوا 3 مرات، يعني مره في السيمانه كيخرجوا مره واحده. المرضى ديالنا اللي السن ديالهم كيفوت 75 عام حتى هما بعدنا لهم ولا حبسنا لهم هاد التداوي بالمواد الكيميائيه، لان كنعرفوا بانهم هما اللي يمكن لا قدر الله الا تصابوا بهاد المرض هذا كيكون العمل التاثير ديالو اكثر. منعنا في الباب ديال المساحه ديالنا يدخل اي انسان مصاحب للمريض اللي هو بصحة ديالو كله يدخل ويتكلف براسو باش نقصوا من العدوى. منعنا انه المرضى كاملين ولا اي واحد كيدخل لكلينيك ما يكونش حامل هاد الوقايه مالا بافيت واللي ما عندوش، لانه يعني ما لقاهاش في السوق مثلا كيدير اوموان الشال ديالو باش كيغطي، وكناخذوا ميزان الحراره في الباب لاي واحد كيدخل. اليوم عندنا حتى حنا جناح خاص بالانعاش، يعني حتى هما كنعاونوا الدوله في هذا النطاق هذا باش اللي يحتاجونا حنا موجودين. حنا ما حبسنا حتى شي حاجه، والا كان شي حاله اللي هي فيها ادنى شك ان عندها هذا الكورونا فيروس كنديروا الاجراءات ديالنا اللي اتفقنا بها مع وزاره الصحه وكنصيفطوها للمراكز اللي هي متخصصه بحال مولاي يوسف والاخرين باش كيتم الدياغنوستيك ولا التشخيص لهذه الحاله هذه والتداوي بها. واليوم حنا كنا زعما صراح مع الدوله ومع الشعب المغربي حنا موجودين، اي حاجه ولا اي وقت الدوله عيطوا لنا فيه وقالوا لنا تخدموا معنا اولا نعطيوهم معدات اولا دي كلينيك، يعني شحال محضره كلينيك باش نستوعبوا الا كان هناك مرضى عندهم هذا المرض هذا والدوله الله يكون في العون مثلا عمرات حنا موجودين. دونك حنا ما كاينش في ديورنا، حنا خارجين ومخلين حنا وليداتنا وكلنا باش نخدموا الشعب المغربي، وهذا واجب ديالنا ماشي كنديروا غير هكاك، واجب كاي طبيب بانه يعاون ويداوي الناس. دونك حنا موجودين
وكنعاونوا الشعب المغربي وكنعاونوا الدولة على ان شاء الله باش نتخطاو جميع هذه المحنة ديال الكورونا فيروس. يتفضلوا يجيو للمصحات ولا العيادات كيطلبوا كيتمنى كيقول ما عندوش واحد الثقه كبيره في المستشفيات العموميه كما عنده في العاده ديالو كيتصل بالطبيب ديالو في القطاع الخاص باش يستشر معاه ولا كيجي عنده العياده ولا كيجي للمصحه. واخا هاد الارقام حاطها الدوله وكن كنشكروها على هاد الانيسياتيف كي تري تري انتريسونت اي امبورطونت، ولكن راه كاينين الاغلبيه ديال الناس اللي كيبغيو يتصلوا بالطبيب ديالهم اللي تيشرف عليهم عاده ولا كيجيو للمصحات اللي كيتيقوا فيهم كيجيو باش كيشوفوا اشنو هاد الاعراض واش نيت كتطابق مع كوفيد ولا ماشي مع كوفيد. فوالا كانوا يعني كانوا حالات لقيتوهم في هاد المصحه؟ بيان سور حالات كثيره اللي صيفطنا من ارسلناهم من المصحات الخاصه في اتجاه المستشفيات العموميه ماشي مره ماشي جوج، وكناخذوا فيها دي ريسك وما عندناش حنا كان لي مويان دو بروتيكسيون اللي عند الدوله. كانوا شي تدابير وقائيه واحتياط يعني كنحاولوا ما يمكن كنديروا الاحتياطات ديالنا، ولكن بعض الخطرات كيجيو بشي اعراض ما تتبانش لك كوفيد في الاول ما كتاخذش الاحتياطات اللازمه في الاول، من بعد تتلقى بان راه ديك الاعراض كانت داخله في النطاق ديال الكوفيد 19. راه شي حاجه اللي في الصالح ديال المواطنين، ما عقبوش بها المواطنين، بالعكس كنطلبوا منهم غير يخطوا الحيطه والحذر ويبقاو في المنازل ديالهم، والخروج ديالهم يكون الخروج يكون للضروره القصوى، يخلي الناس اللي عندهم اللي بحال الاطباء والممرضين والناس اللي عندهم واحد المهمه، ولا الناس تاع الوقايه المدنيه ولا الناس ديال الشرطه ولا ديال الدرك، خليهم هما اللي يخرجوا باش يقوموا المهام ديالهم في واحد النطاق يكون باين وواضح، في عوض ما ناخذوا فيه لي ريسك نبقاو في اتصالات مع الناس اللي ما عندهم لاش يخرجوا يبقاو غير في الديور ديالهم ويصبروا في هذه المده هذه اللي كنتمنوا ان شاء الله تكون قصيره في الايام المقبله يا ربي، نتهناو من هذا الوباء وكنطلبوا منهم الصبر والحيطه، يبقوا في المنازل ديالهم يحاولوا ياخذوا الاحتياطات اللازمه باش ما ينتشرش هذا العدوى المصيبه هذه اللي نزلت على البشريه، يغسلوا يديهم بكل ساعات المكانه بالصابون ويحاولوا ما امكن ما كاينش المصاب ماشي يحاولوا ما يتصافحوش ما يتبوسوش ما يتعمقوش مع الناس، هذاك العلاقه الحميميه اللي كانت عندنا ما بينات المغاربه بيناتنا ولا ما بينات البشريه راه خاصها تحذف هذه الايام هذه، والمصاحبة تبدو واحد اللي ياخذ واحد الحيطه والحذر ويبعد على الصديق ديالو ولا القريب ديالو بواحد متر على الاقل متر ولا بجوج الامتار بينو وبينو باش يكون باش يحاول يتجاوز ولا يحاول يتفادى هذا الوباء هذا. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.